السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حبيب لمعلومات. إن شاء الله في هذا الفيديو كيفاش نغير حد الأدنى في حساب الأدسنس. سبي مثال، أنت عندك 70 ولا 100 أورو ولا حتى 500 أورو ولا حتى 1000 أورو وتحوس تنقص. مثال عندك 100 أورو ولا 200 أورو، ديها 70 ديها 80. طريقة سهلة، قبل ما تشوف هذا الفيديو ما تنسى الاشتراك في القناة وخاصة في الجرس باش يصلك جديد. مهم جينا بهذا الشكل حساب جوجل ادسنس، نروحو الدفوعات ومن بعد نضغط على معلومة الدفع بهذه الطريقة، ومن بعد نضغط على اليوتيوب الأرباح تاع اليوتيوب بهذه الطريقة. سبي مثال، احنا عندنا 192 أورو، نحوس نهبط نديها 100 ولا نديها 70. كيفاش ندير؟ نعاود نهبط تحت، تجدون إعادة إعدادات بهذه الطريقة خوتي، ومن بعد تضغط على جدول الدفع. هاي جدول الدفع، كليك على هذا القلم. سبيل المثال أنا نحوس نديرها مثلا نقولو حنايا 70، ديرها 70 ولا حتى 500 أورو، 500 أورو ودير حفظ بهذه الطريقة. ها تلحق 500 أورو، سيتم التحويل من أدسنس إلى حساب البنكي بالعملة الأورو في بنك الرباط الفلاحة والتنمية، وتسحبهم بالعملة الأورو وبعد تصرفهم. الأورو راه يدير 100 أورو تقريبا، دير 2300، وفي جزائر العاصمة راه دير 2400، تكون على بالكم. بهذه الطريقة تغيير حد الأدنى في الأدسنس بهذه الطريقة. وكذلك نعطيكم ملاحظة، اللي عنده أي مدونة وراه يخلص منها راهم يسكروا الحسابات الأدسنس، تكون على بالكم راه فيه مشكلة في المدونة. المهم عجبكم هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وخاصة في الجرس يسكوك جديد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.